طب نشرح برنامج الاب داون كاونتر. لو انا مش عايزه يعد بالسالب فكنا نعمل امر الكومبير هنا عشان نمنعه انه يعد بالسالب. بالفعل الامر نجح وخلاه اهو مش بيعد بالسالب، اخر حاجه ممكن يعدها هو زيرو، مش بيعد بالنيجاتيف. طب انت اتاكد اذا كان بيعد بالسالب او لا. تعالى نعمل ايقاف للبرنامج ده ونشوف كده لو مفيش امر كومبير هيعد بالسالب ولا لا. نرجع للبرنامج الاصلي ونشيل منه امر كومبير ونشوف هيعد بالسالب ولا مش هيعد. نعمل اكسبورت للفايل ده مثلا اكس مثلا نقول اكس ايه. اكس مثلا 2 سيف ونروح على السيموليشن نفتحه. ده البرنامج اهو من غير كومبير اب داون كاونتر من كومبير. نعمل ران البي بي سي كده بيعد كاونت اب اهو 1 2 3 4 5 6 عادي جدا واشتغل طبعا عند 4. نعمل كاونت داون الست تبقى 5 بعدين تبقى 4 بعدين 3 يفصل طبعا الكاونتر بعدين 2 1 0. يا ترى يعد بالسالب لا؟ تعالى نشوف بقى كده اشاره على الكاونت داون. عد بالايه؟ عد بالسالب يبقى سالب 1. ضغطة كمان سالب 2، ضغطة كمان سالب 3. مش عارف شايفينها واضحة قدامكم ولا مش باينة قوي؟ بعدين سالب 4 سالب 5 اهو سالب 5. فالكاونتر بيعد بالسالب عادي. عايز يعمل بقى كاونت اب اديله اشارة يعمل سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 بعدين 0 بعدين 1 اهو 2 3 عند 4 يشتغل 5 6 يعد عادي جدا. فده كده كاونتر اب كاونتر عادي. اب داون كاونتر عادي بيعد بالسالب لو جات له اشارات بتاع الكاونت داون اكتر او بعد الصفر يعني. اقدر امنعه انه يعد بالسالب او اقدر امنعه لو حطيت امر كومبير بطريقه معينه اقدر امنعه انه يعد بالسالب. كل حاجه تقدر تعملها في البرمجه بالبي ال سي. نرجع للمحاضره بتاعت التايمر والكاونتر. هل في سؤال في الكاونتر او في التايمر؟ يا شباب الناس اللي معانا هل في اسئله في التايمر او في الكاونتر؟ خد بالك في الامتحان بيجي اسئله كتير على التايمر والكاونتر، فيهم لعب كتير. لازم تكون فاهمهم كويس عشان تعرف تجاوب على الاسئله. التايمر والكاونتر ممكن يخشوا في عمليات صناعيه، يخشوا في عد عمليه كاونتنج، عد قذايف، عد بني ادمين، عد عربيات حسب المشروع. ممكن اشغل مواتير بطريقه معينه بالتايمر والكاونتر. دكتور بعد اذنك انا عندي سؤال في التايمر. كنت انت موجهه في الفيديوهات اللي انت حضرتك شرحها بس ما فكرت فيه بس ما عرفتش اجاوب. اللي هو ايه؟ هو تقريبا كان اكزامبل 11 اللي هو لحظة الله اكبر اللي هو ده اكزامبل 11 اللي هو اتنين تايمر بس انت عايز تشغله بتايمر واحد. ده اكزامبل 11 قصدك على ده؟ اه ايه المشكله فيه بقى؟ هنا يصادم ايه؟ اتنين تايمر اهو، تايمر 5 ثواني وتايمر 7 ثواني. اون اوف ديلي. ممكن اقول تايمر واحد اه. طبعا هنا هيبقى فيه مشكله عشان الدبلين مختلفين عن بعض، مش زي بعض. اه فلازم تايمر واحد بس لازم معاه امر كومبير. ما اقدرش تايمر واحد من غير كومبير، لازم تايمر واحد بس بكومبير. هيصادم معاه امر كومباريزون، امر مقارنه. يعني اقدر اعملها بتايمر واحد اه بس مع امر كومبير. طب التايمر ده نوعه ايه؟ مره اون ومره اوف. يعني ممكن اعمل برنامج في تايمر اون مع كومبير ينفذ الكلام ده. ممكن اعمل برنامج تاني مع تايمر واحد اوف ديلي مع كومبير ينفذ الكلام ده برضه. دكتور هو في الاوف ديلي لو عملنا كومباريزون هتكون اللي هو التايم يكون اقل من الخمس ثانيه من الخمس سكند يعني، وبس في الاون انا مش عارف هكون كومبير مع اللي هو التايم هيبقى كام. انا هقول لك سواء تايمر اون او ديلي، اون ديلي او اوف ديلي، يفضل يكون التايم مضغوط على 7 ثواني مش على 5. ليه؟ الاون ديلي مش تفرق اذا كان 7 ولا 5 لانه كده كده بيكمل عد. يعني في الاون ديلي لما يوصل للقيمه اللي ضبطه عليها اللي هي البي تي بيكمل عد. ده الاون ديلي. الاون ديلي هو لو رحنا له بيكمل عد مش بيقف عند القيمه اللي مضغوط عليها، بيكمل عد. فلو ضغطته على 5 هيوصل ل 7 بعد شويه لو الاشاره موجوده. فالاون ديلي مش هيفرق انا ضبطه على كام، 5 ولا 7، كده كده بيكمل عد.
لكن الاوف ديلي، الاوف ديلي تايمر لو ضبطته على 5 هيقف عند 5 مش هيوصل ل7، فمش هعرف اقارنه ب7 لانه مش هيوصل لها. فالافضل اضبطه على كام الاوف ديلي؟ على الرقم الكبير اللي هو 7 ثواني، عشان كده كده وهو بيعد هيمر على 5. فاهمين قصدي؟ يعني الاوف ديلي كده كده هو بيعد هيمر عند 5، فقارنه عند 5 ثواني يعمل كذا وعند 7 ثواني يعمل كذا. لكن لو ضبطته على 5 مش هيوصل ابدا ل7، اخره انه يعد 5. الاوف ديلي ما بيكملش عد، بيقف عند القيمه اللي ضبطه عليها، ما بيكملش اكتر منها. فاهمين قصدي؟ هو انت امر الكمبيوتر هتستفيد بايه؟ الكمبيوتر ينفعك في ايه هنا؟ الكمبيوتر هتقول ان التايمر لما يوصل لكذا اعمل كذا. يعني مثلا خلي التايمر حطيته على 7 ثواني، وقول لما يعد 5 ثواني شغل ده، ولما تخلص عند 7 وقف ده بالمقارنه. مش عارف تفهمين الكلام ولا لا. يعني انت ممكن تعمل برنامج تاني غير ده، في تايمر واحد اون ديلي مع امر كومبير وينفذ الكاركترستيك دي، وممكن تعيد نفس الكلام وتعمل نفس الاوبريشن بتايمر واحد اوف ديلي مع امر كومبير. طبعا لازم كومبير عشان الزمانين مختلفين، زمن تاخير التشغيل وتاخير الايقاف مختلفين 7 و5. لكن في المثال اللي بعدهم عشان الزمانين زي بعض، فنقدر نعملها بتايمر واحد من غير كومبير زي الحل اللي قدامكم هنا وهنا. ده بيستخدم تايمر في اوف من غير كومبير، ده بيستخدم تايمر في اون من غير كومبير. ماشي تمام يا شباب ولا ايه؟ واضحه ولا لسه؟ تمام يا دكتور، بس في اللي هي 5 و5 ده في حاجات كده بلوكات مش فاهمينها. ما سيبك من الحل اللي موجود ده، واعمل الحل التاني غيره. انت اعمل الحل بتاعك انت وجربه على السيميوليشن، لان في كذا حل اسهل من اللي انا عامله. تمام يا دكتور. كومبير يعني؟ احنا قلنا كومبير لما يكون، طب لو الزمنين مش مختلفين زي بعض اقدر اعملها من غير كومبير، واقدر اعملها برضه كومبير لو عايز. بس انا في المثال ده اتعمدت اعملها من غير كومبير وبتايمر واحد. زي ما قلنا في حلول اسهل من اللي انا عاملها دي. يعني في حل اسهل من اللي انا عامله هنا وهنا. طيب في اسئله ثانيه في التايمر او الكاونتر يا شباب؟ اي اسئله في التايمر او الكاونتر؟ كده شرحنا 5 انواع تايمرات، اون ديلي واوف ديلي وريتنتف وفالس وريتريجر. شرحنا امر الكومبير بكل انواعه، اكبر منه واقل منه، يساوي لا يساوي، واصغر منه يساوي واكبر منه يساوي. وكمان شرحنا الاب كاونتر والاب داون كاونتر والرينج كاونتر. تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الكلام ده. في بقى تطبيقات اللي على الحاجات دي. انا مديك هنا حوالي 3 امثله تقريبا، هو يعني كاكزامبل يعني كابلكيشن. المثال بتاع المتسابقين ده والبريورتي، مين هيبدا يجاوب على السؤال اللي هيسال، اللي هيدوس اسرع على البازر، سوري على السويتش اللي قدامه يعني. ده مثال بسيط مشروح المطلوب بتاعه هنا اهو. وفي جدول بالانبوت اوتبوت، والحل بتاعه برضه سهل وبسيط مش مشكله، وانا شرحته في الفيديو. المثال التاني بتاع البوت لاين او البوت فيلينج كنترول، ده عباره عن خط انتاج بسيط، اداه جايه فاضيه فارغه، بتقف هنا لما الليم سويتش يحس بيها، بيبدا يشغل البالب ويبدا يملاها. لما تملي في سنسور بيحس ان هي اتملت. في زمن ما بين ان البوتل تقف وان تبدا الفالف يفتح حوالي نص ثانيه عشان تستقر في مكانها. في زمن لما البوتل تتملي خالص والفالف يقفل وتيجي تمشي، لازم يمر 7 من 10 ثانيه عشان تمشي، عشان برضو تستقر السائل في مكانه. بعد ما البوتل تتملي بتيجي بقى تمشي على السير الثاني، ده اللي هو اللي بيخرج الازايز بقى المليانه. ده بيفضل شغال طول لما اعمل ستارت، بيقف لما اعمل ستوب. ده بيشتغل لما اعمل ستارت ويقف لما تيجي اذن عند الليم سويتش، ولما بتمشي بيشتغل اوتوماتيك لوحده ويجيب اذن ثانيه في المكان ده، وتبدا تتملي وتمشي وهكذا. في هنا 2 موتور بيحركوا 2 سير، اللي هو الفيد موتور والاوت فيد موتور. وفي هنا الليم سويتش عشان يعرف ان في بوتل جت في المكان ده يوقفها. وهنا في سنسور بيعرف ان هي اتملت، فوتو سنسور او ليفل سنسور بيعرف ان البوتل اتملت او لا. طبعا هنا في فالف، ترميز فالف عشان يفتح ويقفل ويمنع، يعني يسمح بالسائل ينزل او يمنع نزوله. المطلوب هتلاقيه مشروح في البراجراف ده وفي البوينت اللي بعد كده، وده جدول الانبوت اوتبوت ومسمياتهم، وده الحل بتاع المشروع اللي احنا كنا عايزين نحله. المفروض ان الحل ده مشروع. لو سمحت يا دكتور. ايوه. هو بس في حاجه انا مش فاهمها في الكود ده دلوقتي. مش المفروض ان هو البوتن بتاع اللي هو الستوب المفروض ان هو يكون نورمالي كلوزد مش نورمالي اوبن، ولا انا فاهم غلط؟ طيب ممكن نرجع للجدول ونشوف هو هاردوير ايه؟ الستوب هاردوير ايه؟ تمام، نورمالي كلوزد، عشان كده عملناها عكس اللي احنا عايزينه. مش شارحها قبل كده؟ مش شارحها قبل كده معاك ولا ايه؟ لما يكون الستوب، لا ما كنت حطه مفتوح. تمام، حطه مقفول. قلناها في اول محاضره بشرح البرمجه، ما كنتش خدت بالي منها. تمام، شكرا.
في اسئله في الحل ده يا شباب، في المفروض ده في اسئله او في مشكله فيه. طبعا خد بالك الحلول اللي بقدمها دي نماذج حلول، يعني ايه؟ يعني ممكن حد يحل حل احسن من كده وحل ابسط من ده وحل تاني مختلف، ده وارد. مش يعني الميزه في البي ال سي والبرمجه ان طبعا كل ما تتعلم اكتر في الاوامر والبرمجه في البي ال سي ويبقى عندك خبره اكبر، كل ما تقدر تعمل المطلوب بطريقه اسهل. فانت ممكن تعمل حل مختلف عن ده ويكون ابسط بينفذ المطلوب. يعني الحل ده مش لازم يكون اكزاكت زي ما هو كده تحفظه، لا ممكن تعمل حل تاني ويكون صح، مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه يكون بينفذ المطلوب كله وما يكونش فيه مشاكل. يعني ده مشروع الميكسر، هتلاقيه مشروع بالتفصيل، بس انا ممكن اشرحه لك تاني لو انت عايز، وشرحته برضه في الفيديو اللي قبل كده. هنا في اتنين فالف بيبداوا ينزلوا سائلين قصدي، يعني بيتم خلطهم مع بعض. ببدا الاول بفالف رقم واحد لحد لما الميديوم ليفل سنسور يحس، فبدا اوقف فالف رقم واحد واشغل فالف رقم اثنين لحد لما الهاي يحس، الهاي ليفل يحس اوقف فالف رقم اثنين، يبدا الميكسر يقلب السائلين مع بعض. وبعد كده ممكن افتح بقى الفالف رقم ثلاثه عشان اسحب الخليط بعد زمن معين من التقليب. طبعا اللي بيقلب ده عن طريق موتور مشغل مروحه او فعلا بتعمل تقليب زي الخلاط كده او زي الميكسر يعني. السنسور تحت ده اللي هو اللو ليفل عشان اعرف ان الخزان فاضي فابدا الملي جديد. السنسور فوق عشان الخزان لما يتملي ما يطلعش ميه بره الخزان او بره التانك. الميديوم ده عشان يبدا يقول لي ان خلاص كده انا خدت الكميه الكافيه من فالف 1 وهبدا اشغل فالف 2. انا في اي وقت ممكن اعمل ستوب، فكل حاجه تقف. عايز لما اعمل ستارت الحاجه اللي كانت شغاله قبل ما اعمل ستوب هي اللي تكمل شغل بعد كده. فلو كان مثلا فالف 1 بيبدا هو اللي شغال وكمل جزء هنا وما وصلش لسه لحد الميديوم، يعني كان لسه اقل ميديوم، رحت اعمل ستوب فالسيستم هيقف. لما اجي اعمل ستارت اللي اشتغل فالف 1 مش حاجه ثانيه، لان هو لسه ما وصلش للميديوم. لما يوصل للميديوم مستوى السائل فالف 1 يقف ويبدا فالف 2 يشتغل لحد الهاي ليفل. طب لو كان قبل الهاي رحت اعمل ستوب فالفالف 2 يقف، اعمل ستارت فالف 2 يشتغل لان هو اللي كان شغال قبل ما اعمل ستوب. طيب بعد كده التقليب يقلب وقت معين، مش عارف حوالي 20 ثانيه ولا كام حسب اللي مذكور في البرنامج، او 100 ثانيه مش عارف المفروض كان كام، ناسي كان كام ثانيه، حد فاكر؟ 20 ثانيه او الموتور ميكسر يقلب 20 ثانيه. ما حدش شاف الفيديو ولا حد شاف الحاجات دي. المهم لما الميكسر يقلب 20 ثانيه وهو بيقلب مثلا مر من 20 ثانيه مر مثلا كام؟ مر 17 ثانيه. رحت عامل لما اجي اعمل ستارت الميكسر يشتغل ويعيد 3 ثانيه وبعدين يقف. يعني اي لحظه اعمل ستوب الحاجه اللي شغاله توقف، لما اجي اعمل ستارت بعد الستوب الحاجه اللي كانت شغاله قبل الستوب هي اللي تشتغل لما اعمل ستارت وتكمل شغلها. فاهمين قصدي؟ يعني السيستم ده بيفتكر هو واقف فين ويكمل من مكان ما وقف. طيب بعد الميكسر ما يخلص بشكل اوتوماتيك يبدا الفالف رقم 3 يفتح ويبدا ينزل يسحب او ينزل الخليط. فلما يبدا السائل يسحب من الخزان مستوى السائل هيقل، فيبدا اول سنسور ما يشوفش مين الهاي ليفل، بعديه مين الميديوم، ثم بعديه مين اللو. اول لما يبقى اللو مش شايف خلاص كده الفالف ده يقفل ويبدا يكرر العمليه من جديد. يعمل الكلام ده كم مره؟ 4 مرات. طبعا كلمه 4 مرات دي معناها كده بشكل يعني ما فيهوش كلام، لازم كاونتر، لازم عداد عشان يعد 4 سايكل. تمام. بعد ال4 مرات كل حاجه تقف وينور لمبه بيان ولا حاجه يقول لك ان السيستم خلاص خلص كل حاجه. ده الحل بتاع المشروع. ارجو انتوا تفهموا الحل بتاعه، حل جميل وفكره جميله، وفي حل ثاني غير ده اسهل كمان، وفي حلول كتيره، مش في اكتر من حل. مثلا طبعا هنا كاونتر ومستخدم كومبير ومستخدم نيجاتيف ايدج ومستخدم ريسيت التايمر عشان التايمر ريتنتيف، يعني في حاجات كويسه. البرنامج ده شكله كويس وفكرته حلوه. اي اسئله يا شباب؟ اي اسئله؟ معلش يا دكتور، في السؤال اللي هو بشغل موتورين بالاوف تايمر بس، معلش عشان مش فاهم. موتورين ايه الاوف؟ اللي هو الاول خالص. ما انا ما جاوبتش عليه، خد بالك انا ما جاوبتش عليه. اللي هو ده صح؟ اللي هو ده؟ ايوه. انت اللي هتجاوب عليه؟ لا، بتايمر واحد. ده 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 سؤال انت اللي تفكر فيه، ازاي بتايمر واحد تعمل الكلام ده كله؟ فانت مش هتعمل تايمر واحد، لازم بتايمر واحد تستخدم معاه كومبير. ليه؟ لان التايمر واحد ده يعد بين مختلفين، هضغطه على 5 ولا 7؟ او ما ينفعش، يا ده يعني التايمر واحد بضغط على قيمه واحده مش على قيمتين، فده تمام. يأخر 5 ويأخر 7 في نفس الوقت، مش هينفع. فالحل بتاعها ايه؟ ان اضغطه على رقم فيهم واستخدم معاه امر كومبير.
الميزه في الكمبيوتر انه بيخش على الميموري بتاع التايمر يقارنها. عملنا في مثال قبل كده، لو انتوا فاكرين في مثال قبل كده هو المثال ده، المثال زي ده، المثال ده برضه حاجه غلط في الارقام، معلش. المثال ده هنا بتايمر واحد اهو، مثال واحد شغال ده وشغال ده عن طريق كومبير، عند 50 هيشغل ده، لما يوصل ل 100 هيشغل الثاني، 100 دي 10 ثواني يعني. فانا ممكن اقارن تايمر برقم معين، فاهم قصدي؟ تمام. طب هو في مثال بقى تاني من غير كومبير اللي هو اللي قدام صعب بقى، مش فاهم خالص. اللي هو ده، ده معتمد على الترتيب، ترتيب النتورك. انا متعمد هنا احط اثنين قبل مبني على نقطه اللي انت كنت عارفها كويس قوي. النقطه دي ايه؟ ان اي اوت بيشتغل بيغير الكونتاكت اللي بعديه في نفس السكان سايكل، لكن الكونتاكت اللي قبليه بيغيرها في السايكل التالي. خد بالك ان الكونتاكت دي متاخده من كيو 01، وبالتالي لما كيو 01 هيشتغل مش هيغير دي في نفس السايكل، هيغيرها في السايكل التالي. فلما التايمر ده يخلص عدى اول 5 ثواني هيقفل دي ويقفل دي، بس هتكون دي لسه مفتوحه، ده اللي هيشتغل الاول، فده هيشتغل بعد 5 ثواني اللي هو كيو 01. لما كيو 01 يشتغل هيقفل دي في السايكل التاليه، صح، بس هيكون التايمر راسك وفتح دي، وبالتالي ده مش هيشتغل. التايمر برضه لما يخلص 5 ثواني هيفتح دي ويرست. خد بالك لما يخرج التايمر الريشه مقفوله منه قبليه، ليه؟ عشان كل ما يعد 5 ثواني يرست نفسه من جديد ويعد من جديد. وبالتالي التايمر هيعد 5 ثواني كمان للمره الثانيه اللي هو في الاخر يبقى مجموعهم 10 ثواني، ولما يقفل دي هيكون ده شغال مقفول يعني، فيبدا يشتغل كيوزر 2. اذا كيوزر 2 اشتغل بعد 10 ثواني او بعد ما التايمر عد مرتين 5 ثواني. هنا البرنامج ده مبني على الترتيب النتورك، لو بدلت النتورك الثانيه مكان الثالثه كل حاجه هتبوظ، وهتلاقي ان الكيوزر 1 والكيوزر 2 شغال ورا بعض مش ورا بعض، فاهم قصدي؟ هنا البرنامج ده فيه حرفيه في البرمجه شويه، وواخد باله شويه من الترتيب. الترتيب في بعض التطبيقات بيكون مهم جدا، ترتيب النتورك، تحط مين قبل مين وتحطه ازاي، محتاج انك تكون عندك خبره في الحته دي. ماشي يا شباب، تمام كده ولا في اسئله؟ تمام يا دكتور، تمام، شكرا. تمام يا دكتور. دلوقتي بقى ايه اللي فاضل عشان ننجز؟ اللي فاضل بقى المحاضره الجديده. المحاضره الجديده كالاتي، نقفل بقى ده. المحاضرة الجديدة هتلاقيني بتكلم فيها عن الميموري، ممكن أكون شرحت في آخر فيديو جزء منها أو بدايتها يعني. بتكلم فيها عن الميموري بتاعت سيمنز، إزاي يتعامل مع ميموري حجمها بايت وميموري حجمها وورد وميموري حجمها دبل وورد بطريقة معينة. هتلاقيني بشرح أمر الموف، الموف بايت والموف وورد والموف دبل وورد، وأمر السواب اللي هو يبقى في اكستشينج، وأمر الشيفت رايت والشيفت ليفت والروتيت رايت والروتيت ليفت، وأمر مهم اسمه شيفت ريجستر. دي مجموعة أمر بشرحها مهمة جدا في البرمجة، تتعامل مع الميموري، وهتلاقي في تطبيقات عليها، ده تطبيق من التطبيقات اللي ممكن نعمله بأمر الشيفت. وبعدين أمر الجمع والطرح والضرب والإصنع، أمر الأد أو الأديشن والسبتراكت أو سبتراكشن والمالتبليكيشن والديفيجن، وإزاي نوصل سيمنز سيجمنت مع البي ال سي، وإزاي نعمل لها برامج. وفي أمر اسمه سيجمنت في سيمنز، مشروح الأمر ده مهم جدا، مشروح. في أمر اسمه بيحول من الكلام ده طبعا أنا لسه ما شرحتوش، أنا هشرحه في فيديو كامل وأبعته لكم، وده هيبقى اخر محاضره اليوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ازاي نوصل 7 سيجمنت مع البي ال سي، وفي حاجه اسمها انيبل لو عندي بقى 4 7 سيجمنت عايز اوصلهم في نفس الوقت. دكتور هو لسه في محاضره يوم الاثنين؟ اه في محاضره يوم الاثنين، وانا قايل ده من اول مره. واحنا خدنا كده كام محاضره؟ تمام يا دكتور. خدنا كده كام محاضره؟ النهارده المحاضره الثالثه. اخر محاضره الرابعه يوم الاثنين. يعني اديكم بس 4 محاضرات مش اكتر من كده. المحاضره بتاعت يوم الاثنين مش هتبقى شرح، هتبقى برضه مراجعه. الشرح انا هبعته ان شاء الله النهارده او بكره بكتير قوي فيديو ليكم على الجروب، تتفرجوا عليه تفهموه، تحضروا اسئلتكم. يوم الاثنين هيبقى مراجعه عامه على المنهج كله اللي انا شرحته، اللي هم 4 محاضرات بالكامل. اي حد عنده سؤال في اي حاجه اتشرحت يسال فيها. ده الانالوج، شرح الانالوج، انبوت وانالوج اوتبوت وشرحهم، مثال عليهم، وده حل المثال، وده برضه مساله سريعه، وده الحل بتاعها. تايمر اون تايمر اوف، وده مشروع رادار برضه بسيط، وده الحل بتاعه. الكلام ده هشرحه في فيديو وهقول لكم ان شاء الله تسمعوه كويس جدا ونتناقش في يوم الاثنين. يوم الاثنين داخل محاضره، المفروض انا مش هشرح يوم الاثنين حاجه، انا هعمل زي النهارده كده، هسمع اسئلتكم ولو حد عنده سؤال هبدا اوضح له، لو في حاجه مش واضحه في الشرح هتناقش معاه واوضحها له.
ده كده من هكتر بعد اذن يا دكتور. دكتور بعد اذن. ايوه حضرتك كنت شرح ابلكيشنز في الفيديوهات اللي فاتت، ممكن تعيد شرحها تاني؟ ليه الشرح مش واضح ولا فيها ايه؟ ايه الشرح مش واضح؟ في حاجات مش مفهومه. طب ما سالتش فيها ليه النهارده؟ مش النهارده المفروض المحاضره دي للرد على الاسئله بتاعتكم. ايه الابلكيشن في المحاضره اللي انا شرحتها مش واضح؟ نفتحه واسالني فيه. هو النهارده بنعمل ايه؟ النهارده انا المفروض برد على اسئله حضرتك اللي مش واضحه، بقول لي ايه اللي مش واضح وانا اجاوبك عليه. مش دي المحاضره اللي فيها الابلكيشن؟ انهي ابلكيشن اللي مش واضح؟ الابلكيشن دي ده مثلا ولا ده ولا الميكسر؟ ايه اللي مش واضح يا باشمهندس؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. ايه الابلكيشن مش واضح؟ قول لي رقمه كام او سلايد كام وانا اشرحه لك. هو 3 اللي هو الميكسر ده؟ اه. انا لسه قايل دلوقتي، لسه شارحه دلوقتي، ما سالتش ليه؟ المطلوب كالاتي: هيبقى عندي مفتاح تشغيل ومفتاح ايقاف لبدء العمليه وايقافها. وهتلاقي الكلام ده وشوف البراجراف ده، لو انت قريت كده عند الضغط على مفتاح التشغيل اللي هو اي 00 تمام؟ الثرمال فالف رقم 1 اللي هو كي 00 ده هيفتح يشتغل ويبدا السائل اللي اسمه ايه اللي هو السائل الاولاني يبدا يتضاف للميكسر وينزل في التانك لحد لما الميديا ليفل سنسور يحس اللي هو اي 04 فيبدا يقف فالف رقم 1 ويشتغل فالف رقم 2 اللي هو كي 01 ويبدا ينزل السائل رقم بي ويضيفه على السائل رقم ايه في الميكسر لحد لما الهاي ليفل سنسور يحس اللي هو اي 05 فالتو فالف يقفوا كده خلاص، فالف 2 يقف ويبدا الموتور ميكسر، الموتور ميكسر يقلب او يشتغل اللي هو كي 03 لمده 20 ثانيه تقليب او خلط. بعد 20 ثانيه الميكسر يقف ويفتح الفالف ويفتح الفالف رقم 3 اللي هو كي 02 خلاص، فبالتالي مستوى السائل في الخزان هينخفض لحد لما اللو ليفل سنسور اللي هو اي 03 يبقى مش شايف اي سائل قدامه خلاص كده، يبقى التانك بقى فاضي، التانك بقى فاضي او فارغ. الفالف 3 يقفل يقف خلاص ويبدا السايكل يتعاد مره ثانيه من جديد اوتوماتيك، فيبدا يشتغل فالف 1 او فالف اي او ليكويد اي يشتغل وهكذا مره ثانيه. يعمل الكلام ده كام مره؟ 4 مرات. يملى ويفضي، يملى ويفضي، يملى ويفضي، يملى ويفضي. بعد المره الرابعه لما يفضي ما يملاش المره الخامسه. ليه؟ كده خلاص انا عايز اعمل ده 4 مرات بس، وقف. السيستم يقف وينور لك لمبه بيان ان هو كده خلاص ايه الاربع سايكل خلصوا اكتملوا. هو حضرتك اللو ليفل ده بيبقى فيه سنسور عشان يحس ان التانك خلاص فاضي خالص ويبدا يعبي تاني ولا؟ صح اللي تقوله صح، اللو ليفل عشان يعرف ان الخزان بقى فاضي او التانك بقى فاضي. بعد الاربعه سايكل ما يخلصوا مش هيبدا من جديد الا لما اعمل حاجه اسمها ريست بالضغط على مفتاح اسمه اي 02، ده مفتاح موجود في اللوحه اسمه ريست، ريست بوش بوتون، فيبدا يشتغل 4 سايكل تاني من جديد. لو عملت ستوب، لو ضغطت على ستوب في اي لحظه السيستم يقف. لما اجي اعمل ستارت السيستم يكمل من الحته اللي وقف فيها، يكمل من النقطه اللي وقف فيها، يعني اللي كان شغال يكمل شغل. وبالتالي السيستم ده لازم يفتكر مين اللي كان شغال لما انا عملت ستوب عشان هو اللي هيبدا يكمل لما اعمل ستارت. اللي شغل السيستم بعد الستوب هو الستارت. اللي شغل السيستم بعد ال4 مرات هو مفتاح الريست. رب يكون الكلام واضح. والحل بتاع الكلام ده هو البرنامج ده. هتلاقي ده هو مفتاح الستارت، مفتاح الريست. خلاص؟ الفالف رقم 1 رقم 2 والميكسر فالف رقم 3 اللي بيسحب السائل. التايمر بيعد 20 ثانيه واخده ريتنتف تايمر، وده ريست التايمر ريتنتف، وده كاونتر عشان يعد 4 مرات 4 سايكل. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا على فكره. في حل ثاني غير ده ممكن تعمله لنفس البرنامج. يعني في كذا حل. ماشي يا باشمهندس، لو في اي حد عنده سؤال في التطبيقات او في اي برنامج في مشروع يا ريت تسال. احنا عاملين محاضره النهارده عشان نرد على الاسئله في الحاجات اللي كانت مشروحه في الفيديو، فلو في حاجه مش واضحه في الفيديو. بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو كده التانك مش هيفضى خالص صح؟
يعني ايه مش هيفضى خالص؟ يعني اخر مرحله لما اللو ما يبقاش شايف حاجه الفالفا هيقفل، هيبقى في سائل اللي هو تحت اللو. انت كلامك صح عمليا، صح بتتكلم مظبوط. حسب السنسور ده راكب فين، احنا كان ممكن نركب السنسور ده في يعني، او يبقى الخزان ده، الخزان ده شكله مخروطي مش 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 مستقيم او مش بشكل ده، انت عارف زي القمع، زي القمع حاجه شبه القمع كده، فبالتالي مش هيبقى في اي حاجه تبقى في الخزان. ونحط ممكن برضو تايمر اول ما اللو يقرا، لا نزود كده الموضوع شويه، يعني ده اتعمل على فكره، الكلام ده اتعمل مشروع تخرج عملي قبل كده وشفناه مع الطلبه وموجود فوق في معمل شنايدر لو انت عايز تشوفه يعني. انا بعايز حاجه اكتر، هو ايه اللي يفرق برنامج عن برنامج؟ يعني ايه اللي يخلي برنامج احسن من برنامج الكود مثلا؟ كل ما يكون الكود ابسط كل ما يكون احسن، كل ما يكون الكود معمول بطريقه بسيطه كل ما يكون احسن. لكن في الاخر طالما الكود مظبوط خلاص، حتى لو طويل او كبير مش تفرق، لان يعني في الاخر ده كله برمجه وميموري موجوده في الجيل سي بتستخدمها، بس ما فيهاش مشكله. يعني التايمر والكاونتر والكمبير وكل الحاجات دي سوفت وير مش هارد وير، الانستراكشن موجوده في البي ال سي ما تشتريهاش يعني. فبس يفرق برنامج عن برنامج ان حد يعمل الحل بطريقه سهله وبسيطه، وحد يعملها بطريقه معقده وفيها لف ودوران. وخد بالك المشكله في ايه، ان انت كل ما يعني في مثلا يقول لك ايه، لما بتتكلم كتير بتغلط كتير، فانت كل ما تكتب حاجات في البرنامج زياده ملهاش لازمه كل ما احتمال الخطا يكون اكتر والمشاكل اللي ممكن تحصل تكون اكتر. فيفضل يكون البرنامج معمول بطريقه بسيطه وسهله ومباشره. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور، شكرا. لو في اي اسئله يا شباب، يعني ان شاء الله المره الجايه احنا هنخلص الرحله بتاعنا، الشرح هيظهر لكم على بكره او النهارده بكثير ان شاء الله، يعني بكره او النهارده شرح الجزء الاخير اللي فاضل من المنهج. يوم الاثنين الجاي هيبقى مجرد مناقشه للمنهج كله، لو حد عنده اي اسئله ولا اي حاجه. الامتحان الفاينل هيبقى فيه جزء سؤال اضافي لاعمال السنه، هنتفق عليه ان شاء الله مع دكتور مجدي، وهيبقى ليه ثمن اضافي كمان، يعني الامتحان هيبقى 3 ساعات وفي نص ساعه لسؤال اعمال السنه. سؤال اعمال السنه هيتجاوب في ورقه منفصله مش ورقه الاجابه بتاعت الامتحان، بس في الاخر الوقت بتاعك انت تعمله مانج زي ما انت عايز. يعني انت معاك 3 ساعات ونص، 3 ساعات للفاينل اكزام ونص ساعه للامتحان اعمال السنه، انت مانج الوقت بتاعك زي ما انت عايز. ماشي يا شباب؟ دكتور هو الامتحان بيكون متقسم اللي هو نص الجزء الاول ونص اللي هو الجزء بتاع البيل سي، ولا بيكون البيل سي اكتر؟ لان احنا لما شفنا الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت او كده كان اغلبه جزء بي ال سي، عايزين بس نتاكد من الموضوع ده. اوضح الحته دي. في السنين اللي فاتت، في السنه اللي فاتت تحديدا اللي هي السنه الماضيه على طول، ما كانش في امتحان، كان بنقدم ابحاث، يعني الطلبه قدموا ابحاث فما كانش في امتحان. السنوات اللي قبل كده، يعني السنين اللي قبل السنه اللي فاتت، يعني 2019 و18 واللي قبلها، كان دكتور مجدي لسه ما دخلش معايا في الماده، ما اشتركش معايا في تدريس الماده دي، كنت بديها لوحدي تقريبا. فانا اللي كنت بعمل الامتحان كله، وكنت ببدا اوزع الامتحان حسب انا ركزت اكتر على ايه. فانا كنت بدي جزء في الاول كلاس الكنترول مش كبير، وكنت معظم التركيز على البي ال سي، عشان كده تلاقي الاسئله اكتر على البي ال سي والحاجات دي في الامتحان اللي فات. لكن السنه دي الوضع مختلف، دكتور مجدي هيحط جزء من الامتحان وانا احط جزء من الامتحان. يعني في اسئله هتبقى خاصه بدكتور مجدي واسئله خاصه بيا في الامتحان ان شاء الله. فممكن يكون في توازن في الاسئله. تمام؟ دكتور مجدي اشتغل معاكم 7 اسابيع، انا اشتغلت معاكم 4 محاضرات بس، يعني هو اشتغل اكتر مني كمان. لا يا دكتور ما اشتغلتش اكتر منك يا دكتور. لا يا دكتور، الست محاضرات بتوعه عاملين مثلا تايم اول كلهم مثلا عاملين مثلا 6 ساعات 7 ساعات، حضرتك بس المحاضره اللي فاتت 6 ساعات. بص يا شباب انا هقول لكم على حاجه والله صدقوني فيها، لما تخرجوا ان شاء الله او انتوا حتى في سنه رابعه تعملوا مشروع تخرج، لو كان في حته اوتوميشن او جزء في الاوتوميشن او الكنترول هيفتكروا الكلام ده، ويعني ممكن تدوني دعوه حلوه كده منكم مش وحشه ان شاء الله. كتير من حضرتك والله الكورس بتاع حضرتك كويس جدا، بس الفكره مش وقته اللي احنا هنركز فيه، مش هنقدر ناخد منه برضو الاستفاده الكامله. هو يا دكتور مش هنلحق اصلا نلم الافكار اللي فيه كده. طيب امتحان لو كان بسيط يبقى كويس. هقول لكم حاجه هتعجبكم ان شاء الله دلوقتي او في الاخر، يعني خلينا في المحاضره الجايه واحنا بنشرح ونرد على اسئلتكم ان شاء الله نقول لكم ايه اهم الحاجات اللي تركزوا عليها.
يعني في حاجات ما انا ممكن نقول ركز عليها اكتر وانت بتذاكر، بس في الاخر منها كله كنت فاهمه وعارفه، ده هيفرق معاك كتير بعد كده في الشغل ان شاء الله. وخد بالك هتقول هتقولي مثلا ده جهاز سيمز لو انا اشتغلت على شنايدر او اي بي بي او امر، الموضوع هيختلف، هيختلف نسبيا مش كليا. المبرمجه فكرها واحد في الاخر، الكونكشن واحد، وكل اتعلمناه نظري في الماده دي نقدر نطبقه على اي بي ال سي. يعني انت اللي انت اتعلمته على سيمز 200 تقدر تطبقه على سيمز 1200، على شنايدر، على هيتاشي، ميتسوبيشي، امرون. الفكره واحده، الاختلافات بسيطه مش كتيره. بالاخر انت بتتعلم ازاي تتعامل مع بي ال سي كهاردوير وكسوفت وير، ده اللي يهمني اكتر. طبعا برمجه فيها حاجات كتيره اكتر من كده بكتير، بس ده اللي قدرت اتناوله معاكم في الكورس البسيط ده يعني. لكن البرمجه اكتر من كده واعمق من كده بكتير، والشغل بتاعها ومشاريعها في مشاريع معقده وصعبه اكتر من كده بكتير. فان شاء الله في المحاضره الجايه ممكن نركز على حاجات معينه تركزوا عليها اكتر في المذاكره، ودي تكون اكثر اهميه من باقي الحاجات الثانيه. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. دكتور، هو نظام الامتحان هيكون يعني كم سؤال، كم نقطه نظري، كم برنامج كده يعني؟ عادش كده، النظري والبرامج والحاجات دي بتيجي، يعني ده بيجي وده بيجي. ما اقدرش اجيب الامتحان كله تطبيقات، لان كده ممكن حد يظلم، ما يكونش مثلا عارف يعمل الابلكيشن فيشيل الماده. ما اقدرش اجيب السؤال الامتحان كله نظري عشان الحفيظ مثلا ان هو اللي ينجح والتاني لا. تمام، لازم يكون متنوع. في اسئله نظريه، في اسئله برمجه، في اسئله بجيب لك البرنامج واقول لك ارسم لي التايمنج دياجرام، العكس اجيب لك التايمنج دياجرام واقول لك اعمل لي انت البرنامج، اجيب لك المشروع مثلا مشروع زي كده بوينت، زي مثلا المثال ده كده باراجراف او بوينت زي كده، واقول لك اعمل لي بقى انت اللادر دياجرام اللي نفذ المشروع ده. في حاجات كتير، اجيب لك امر واقول لك اشرحه لي، اسئله كتيره يعني. ده لو هتكلم في البي ال سي، طبعا لسه في الانالوج، هيبقى في جزء نظري في الانالوج، وفي كمان اللي هو الميموري المحاضره اللي جايه ان شاء الله مهمه. ففي اسئله كتيره ممكن تيجي، ممكن اقول لك ارسم لي الكونكشن بتاع انبوت اوت حاجات مع البي ال سي، او ارسم لي دايره الانبوت الانترنال الداخليه بتاعت الانبوت اي سي او دي سي او الاوتبوت رياك او الاوتبوت ريلي، ترسم الدايره اللي جوه عامله ازاي، الشغل عامل ازاي. قارن مثلا بين البي ال سي وكلاسيك كنترول، اذكر مميزات وعيوب البي ال سي بالتفصيل مثلا، حاجات زي كده يعني. ازاي بختار البي ال سي، السلكشن كرايتيريا بتاعت البي ال سي، ثمان حاجات مهمين تشرحهم. ده سؤال ممكن يجي نظري، فالنظري ممكن يجي بجانب البرامج والتطبيقات والمشاريع. مش هيبقى الامتحان يعني ما ينفعش ياخد ستايل واحد الامتحان، لازم يكون في اسئله متنوعه ومختلفه ومتدرجه. في حاجات كله هيحلها، وفي حاجات مش كله هيحلها، في حاجات محتاجه بس الناس الشاطره قوي اللي تحلها. لازم يكون في كده حاجات تميزكم عن بعض عشان كل واحد ياخد حقه. ماشي يا شباب؟ هي الحاجات اللي مش كله هيحلها ده تبقى كتير؟ لا، والا تبقى النتيجه وحشه. لو هي بقت كتيره هيبقى النتيجه وحشه في الاخر. ماكسيمم مثلا عليها كام درجه كده؟ الامتحان ما اتعملش اقول لك اي حاجه، لان ممكن اقول لك اي حاجه وغيرها في الاخر. ما اقدرش اكلمك دلوقتي عشان ما اغيرش كلامي، لما احط الامتحان واظبط الدنيا ممكن اكلمكم بعدها. دكتور، امتحانات السنين اللي فاتت نقدر نحل منها عادي صح؟ مفيش حاجه اتغيرت كتير قوي عن السنين اللي فاتت. نحل منها عادي، بس خد في اعتبارك ان انا بس اللي كنت عامل امتحان دكتور مجدي ما حطش حاجه فيه. لا انا قصدي الجزء البي سي. دكتور مجدي السنه دي هيحط، ممكن تلاقي الامتحان شكله متغير عن السنه اللي فاتت ولا قبلها. السنه اللي كان اقصد اسئله البي سي والبرامج ممكن مفيش امتحان السنه اللي فاتت، السنه اللي كانت ابحاث. احنا بنتكلم في ايوه اللي قبلها. اللي قبلها. بشكل عام هتلاقي الستايل بتاعي ممكن يتكرر تاني حاجات منها، ممكن وممكن لا، ممكن ما اكررش، ممكن نجيب حاجات مختلفه وجديده. لا انا اقصد عشان يبقى في كذا سورس نحل منه. اقصد بالظبط كده. ماشي، كده وقت تدريب. ماشي حلو، تمام. شكرا. شكرا شباب، ونشوفكم على خير. ومعلش استحملوا الفتره الصعبه دي، هتعدي وان شاء الله خير، تطلعوا مهندسين كده اقوياء وشاطرين، تفتكرونا بالخير لما تكبروا. شكرا شباب، عايزين بس ننجح في الترم ده يا دكتور. ربنا يبارك فيك، شكرا. اجتهد وربنا مش هيدعم ابدا مجهودك، ما تقلقش. الله، شكرا لك.